مقتضى هذه الاتفاقيه الريال المدريد يخلق مدارس لكره القدم في عدد من المدن المغربيه. هذه المدارس غادي تخلي الاطفال من عدد المدن يمكن لهم ينميو القدرات الرياضيه والكرويه ديالهم. والريال مدريد حنا اختاريناه لانه اظن بانه من اعرق الفرق ومن اكبر المدارس لكره القدم. اللي خصنا نعرفوا هو انه الحمد لله وزاره الشباب والرياضه في السنتين الاخيرتين خلقت واحد الديناميه جديده بالنسبه للبنيه التحتيه، واليوم تنخلقوا المحتوى اللي خصها تكون في هذه البنيه التحتيه عن طريق التكوين مع فريق عريق ومهم اللي هو فريق ريال مدريد. وهذه غير البدايه ديال الاتفاقيات، حيث انه عندنا عدد من الاتفاقيات كبيره غادي تكون خاصه مع الرياضيين القدماء اللي كل واحد فيهم يمكن له يقدر يسير عدد من الملاعب السوسيو رياضيه للقرب. اذا الحمد لله هذا تيدخل واحد الديناميه اللي من بعد ما درنا البنيه التحتيه المحتوى وتعطينا واحد النتيجه اللي هي ايجابيه لعدد من الاطفال. ماشي كل الاطفال غادي يخلصوا الانخراط ديالهم، كاين اللي 70% غادي يخلص الانخراط ديالو، 30% غيكون الانخراط مجاني اللي غادي يخلي المجموع يكون واحد المجموع ديال وليدات وبنيتات اللي غيقدروا يديروا كره القدم في المستوى العالي في الاحياء ديالهم وفي المدن ديالهم.